هذا سلمكم الله شاب من بني إسرائيل داقه الفقر دق، عنده عم غني فلوس رازقه الله بحلال وفير، والعم هذا ما عنده ولا ولد ولا بنت عقيم، فولد الأخو هذا ينتظر عمه يموت عشان يعرضه داجه، فمتى يبشرون أن عمي مات؟ أبطأ العم ما مات، كبر كل ما قالوا مات ما شاء الله رجع بصحته وعافيته. مل هذا الشاب فقال أنا ليش ما أذبحه عشان أعرضه، بس إن ذبحته يبي يعرفون إن أنا اللي ذبحته بعدين بيذبحوني، فشلون إني أذبحه ولا يدرون إني أنا اللي ذابه؟ طلعت له فكرة، يوم صار من بكرة بالليل زي ما تقولون الساعة 2:30 بالليل طلع يتسلل كذا من بيته إلى بيت عمه. يوم وصل بيت عمه طمر وذبح عمه بوسط بيته، وشال عمه وطلع شوي شوي وراح لم قبيلة ثانية من بني إسرائيل من فخذ ثاني تقريبا، وصل عند بيوتهم مريجي يجدع عمه ويغبيه ويرجع كذا لم بيته على أساس إنه هم اللي ذبحوه ويقال لهم بيغبونه. فيوم جاء الصبح صاحوا الناس، هذا الشخص معروف بني إسرائيل، صاحوا الناس فلان مقتول فلان مقتول، مين اللي قتله؟ أنتم قتلتوه؟ لا أصل إحنا لقيناه عندنا بس مدري إيش، كثر الكلام كثر الكلام. تقاتلوا هالجماعتين وصار في حرب بيناتهم، مات بهالمئات. جوا الحكماء قالوا يا أخي وقفوا، أنتم شو قاعد تسوون؟ هذول يقولون لا ما قتلناه وأنتم تقولون لا قتلين. دقيق، قالوا يعني إيش تبون نسوي؟ هم براضين يعترفون أصل إحنا لقيناه عندهم. قالوا دقيق، مو بعندنا نبي؟ قال له موسى. قالوا ولا؟ طيب ليش ما نروح لأمه؟ مو هو يقول إنه في ربي وقاعد أكلم ربي وهو قاعد يقولنا الكلام ذا؟ قالوا ولا؟ قالوا خلنا نروح لأمه، أجل هو يحلنا النزاع هذا ويعلمنا منه اللي قتل هذا الشخص. قالوا يلا مشينا. راحوا لموسى عليه السلام، جوا لموسى قالوا قل لربك عز وجل يعلمنا من اللي ذبح هذا الشخص عشان نحل النزاع بيننا. قال موسى عليه السلام لو قلت لله سبحانه وتعالى تبي تشكرونه وعلمكم انه من اللي قتل هذا الشخص، لانهم هم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى هو اللي طلعهم من فرعون. قالوا وي. اوحى الله الى موسى انه قل لقومك خلهم يذبحون بقرة. جاء موسى عليه السلام القوم قال الله يقول اذبحوا بقرة. كاك بدون يضحكون يستهزئون، قالوا شوف يستهبل علينا ذا، حنا نقول له علمنا من اللي ذبح هذا الشخص يقول ذبح البقرة. قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أني أستخدم الدين استهزاء ولا أني أستهبل عليكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أنتم ما أنتم تبون تدرون من اللي ذبح هذا الشخص، اذبحوا بقرة. قالوا طيب أبقرها اللي نذبح كم عمره؟ بدوا يعجزون على أنفسهم مع أنهم لو ذبحين أي بقرة أي عمر راح يأدون اللي عليهم. قالوا طيب أبقرها اللي نبي نذبحها كم عمره؟ رجع موسى لله سبحانه وتعالى أوحى الله إلى موسى أنه بقرة لا فارض ولا بكر، يعني لا هي بكبيرة ولا هي بكر، بالنص. فافعلوا ما تؤمرون، خلاص لا تعجزون عن أنفسكم، يلا روحوا اذبحوا بقرة هذه. قالوا لا دقيقة، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، وش اللون بقرة اللي نبي نذبحها؟ رجع موسى لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يلا قال خلاص اذبح بقرة اللي بالمواصفات هذه. قالوا لا دقيقة يا أخي البقر تشابه علينا، قل الرب يبين لنا ما هي. رجع موسى لله سبحانه وتعالى أوحى الله إلى موسى أنه بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يعني لا هي بتقاد ولا هي بتحرث ولا يعني بقرة ما تسوي شيء كذا، عرفت اللي بقرة يعني ما يقال لها شيء، ومسلمة لا شية فيها يعني ما فيها أي عيب، وصفراء تلك ولا فيها ولا خج ولا لون متغير عن الأصفر. شوف التعجيز، هم اللي طلبوا التعجيز هذا على أنفسهم. قال لي يلا، فبدوا يبحثون عن البقرة هذه اللي بالمواصفات هذه اللي هي المواصفات الشاقة، فابتلوا يبحثون ما لقوا، تعبوا وهم يبحثون عن المواصفات هذه. فيها بقرة نفس المواصفات بالضبط عند واحد من بنو إسرائيل بس إنه متشطر عنهم شوي ويتيم ما يتنبوه وليد صغير عندهم بقرة هذه. من يجي واحد من بني إسرائيل لم هذا الولد قال اسمع ترى بني إسرائيل قلبين الدنيا كلها
يبحثون على أبكرة زي مواصفات اللي عندك. لمنهم جو لمك اطبزهم، غل عليهم بالسعر، تراهم يبيشرون بأي سعر تبي تقول. قال خلاص فعلا. يوم دارت الأيام مرجول لم هذا الولد وينظرون أبكرة اللي عنده أثر نفس المواصفات. قالوا نبي أبكرة هذه. قال ما نبايع. قالوا بلا بزران وش اللي ما انت بايع، نبي نعطيك ضعف سعره، سعر البقرة اللي موجودات عندنا. قال لا. قالوا 5 أضعاف. قال لا. قالوا 6 أضعاف سعر البقر. قال لا. هم وياه وهم وياه. طيب بكم يا بزر؟ آخر كم جيب؟ نبي نعطيك مدري إيش. وصلوا إلى سعر ضخم جدا. تخيل أنه وافق هذا الولد أنه يبيعه لهم ب10 أضعاف وزن جلد بقرة هذه ذهب. يعني لما يذبحونه يصرخون جلده يحطونه بالميزان، 10 أضعاف ميزان هذا الجلد يعطونه ذهب. وافق، أخذوا بقرة من عنده. راحوا لموسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام اذبحوا بقرة. ما اشتقل ترددوا انهم يذبحون بقرة، يعني يوم جت صب وحقن خافوا انه يعني يصيرون يعني اللي ذبحوا هذا الشخص من أقرباء ذولا، وهذولا خافوا انه لو ذبحوا بقرة صاروا من أقربائهم اللي ذبحوا هذا الشخص. ما اشترددوا، آخر الوقت ذبحوا بقرة. مريجي موسى عليه السلام وياخذ عظم من بقرة هذه الميتة. الناس كلها متجمعة على الحدث هذا، تبي تشوف كيف يصير الاعتراف. فأخذ عظم من بقرة كذا وراح لجثة الميت اللي قاعدين يذبحون عليه، فضرب عظم بقرة بالميت. أشاء الله سبحانه وتعالى أنه يصحى الميت من موته. فتح العم، قام اللي كان ميت، قام. فالعالم كله تناظر وهو قاعد يناظر الناس كلهم المتجمعين. مر يجي يشر على ولد أخوه، قال هذا اللي ذبحه، مر يستوفيها الله من جديد. وهذه قصة البقرة النبينا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وسميت سورة البقرة بسبة هذه القصة واللي هي أطول سورة بالقرآن. الله يبيض وجيهكم، عذرا على الإطالة. السلام عليكم.